انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. قفزوا حرامي فراخ فوق. حرامي؟ ولاد الحرام كتير. حرامي فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجة. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ انت راجل دماغك متكلفة. مساء الخير. مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحجرين كده على مزاجك. ها؟ عينيا. انا متهيألي سامع نسوان بتصور. لا ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتتجامد انت. عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. بتعملها حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بتعسل. عسل. خير ورشاد وبدو فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب. كذاب. انا ماليش دعوه بحد وما حدش ما عندي حاجه وما اعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ ما اعرفش ما اعرفش. ما حدش اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني في حالي يا اخي، سيبوني في حالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا نوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت قبل ما يجي. علي. مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان ابنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يعني، اتفضلوا. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بقى كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ممنونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزلنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين 3، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا.
شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لا. معقولة أجي ثلاث مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبلة موسى، عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد أنا أي مساعة نونة في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرطي خالص. اللي مريح ضميني من ناحيتك حاجة واحدة بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الاول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش اي حاجة تتعيب. لا، في عجرفة الفقراء ولنات الحيلة. وما تنسيش انك انت محسوب عليا، انت اسمك عبلة موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت اللي هتحفل لك هنا. قولك يلا. سخنة رجالة. ايه ده؟ جايب حرام المكان مش معاك يا بنت. اما حبيبة والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قصر عشان يجيبوا الحرامية يبيضوهم في بيوتهم. وعليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه، مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهل يا حماتي. مساء الخير يا تاني. كده لا عملت حاجه قدامي قدام. طب قدامي بلون خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعال هنا اهو، خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا كريم. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وطي صوتك، اسمعنا. مع السلامة. هي حصلت يا شريف تقلب لي الباب تخشيبه وفين جوازنا بقى؟ بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، نجرح منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من يد من اعدامه. احسبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون.
ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع يفرج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخدة ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. عاش الاسامي يا منى. انتي تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ انا جاب لي السيره العفريت ده. انتي متجوزه؟ لا. معقول؟ حد بالحلاوه والجمال ده متجوزه لغايه دلوقتي؟ ازيك يا منى؟ لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعن حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني في بيتك شيف يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل، مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. إيه انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك، كل حاجه فيك بتفكرني بيها، جمالك، رئتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحه غريبه. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده احس ان انا عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتنا يا عيني بتحكي لها على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحياتك خالص مفهوم؟ باشا. وحياة بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبلة عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص، انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني؟ مش قاعدة في البيت ده في 60 داهية يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت اوديها لك فين؟ وديها الاوضة عشان الم هدومي. قدامي. طيب يا شيف انا تقولي في 60 داهية عاملة؟ ما تقولي حاجة لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونة تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عاملة بتحب بلا حب بلا زفت. قولي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت ايه؟ عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي؟ وعلى ايه؟ بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه؟ ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي. نكدي قوي انا عارفه. الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه.
معلش ملحوقه واللي كسر يتصلح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حلو النار في جبتيته بس ملوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. يا شريف بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلتهم معروف تخرجوا معروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلقك والبيت هسيبهولك اشبعي بيه. شريف عبله انتوا بجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تتفوتي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ اللي بقت عيشه دي كل شويه زعيق ونكد. يا عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك الكلام هيكون مع اهلك. ماشي انا شايف بقى ان العيال ايه خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة. ماشي يلا. الوقت بيمر وما حد ظهر. الغايب حجته معاه يا باشا ما تقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك الحته مليانه نضرجيه لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هيروح حته تانية؟ ده مؤاخذة ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلاه البيت نوسة جو بتاع بدوي عشان كده جايين جايين. ما تقلب بسجارة باشا كده يجيبك ثواب. سيجاره باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكابتن الكفيل. لا مؤاخذة باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل المدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على انت جننت. انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق
ولا حيلتك اللابة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خيد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل انا؟ يا ارمان معلمي. بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانس جوه ايده مرزبه.